شاركت الجزائر في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016 بوفد متكون من 65 رياضيا في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، حين يرتفع سقف التوقعات والطموحات التي لا تتماشى مع الواقع المعاش، تكون صدمة الاصطدام مع خيبة النهايات مؤلمة أكثر من ألم الهزيمة ذاتها. شعور اليأس الأولمبي سيطر على الجمهور والوفد الجزائري المتواجد في ريو البرازيلية، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من إنهاء المشاركة الأولمبية بعدم التواجد في التصنيف الأولمبي. موعد مشاركة البطل الأولمبي توفيق مخلوفي في نهائي سباق 800 متر و 1500 متر على التوالي جعلت الجمهور الجزائري يتمسك بأمل العودة إلى الديار بأخف الأضرار. مخلوفي ينطلق برتم عالي في مسار 800 متر، ما جعله يقترب من تحقيق الذهبية الثانية في مشواره الأولمبي، لكن استماتة المنافسة جعلته يكتفي بتحقيق الفضية. الفضية المحققة خففت الضغط بعد تأكيد دخول الجزائر في التصنيف الأولمبي للدورة، ما جعل نهائي سباق 1500 متر بمثابة فرصة مواتية لتحسين الترتيب الأولمبي. شرف المحاولة لم يشفع لمخلوف للتربع على عرش البوديوم الأولمبي، واكتفى بفضية الثانية بتوقيت 3 دقائق 50 ثانية. تألق مخلوفي مكن الجزائر من احتلال المركز 62، ما جعل ناقوس التساؤلات يدق من جديد. هل ستكتفي الرياضة الجزائرية بما حقق سابقا، أم أن قادم الأعوام سيكون بمثابة شروق حياة جديدة لولادة مشاريع أبطال أولمبيين؟